من يتولى عقد النكاح من الأئمة وغيرهم هل يجوز لهم أخذ مقابل لعقد النكاح من مال؟ وهل هناك فرق بين الذي يطلب من الناس والذي لا يطلب؟ مسألة المأذونية هذه عند وزارة العدل هي اللي تمنح المأذونية، ولا يجوز لأحد أنه يعقد للناس إلا بإذن من وزارة العدل، وهذا نظام عندهم فيمشي على نظامهم اللي يوجهونه إليه. نعم.